فتصيب ابتخيم في راس القدم يسدد سوريا جول 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 نسور قاسيون يحلقون يحلقون عليهم. شد المعجبين بالمنتخب السوري بشكل عام باللاعب خصوصا لانه قدم شيء فترة كتير اللي قدم شيء ما عاد يسوي غيره كتير. يعني هذا اللاعب ما بعرف ما بطلع معي الحكي بصراحة، الحكي ما عم يطلع معي. أنا هلا ناطر شوفه بعد 7 سنين غياب. هذا بلده بده بيقدر يقدم لروحه وما بده يقصر يعني. وهلا إن شاء الله هيك بيوقد وجهنا وجه الوطن كله، بيفرح الوطن اللي بحاجة إلى فرحة. بنقول يا رب. يعني 7 سنين هاي مو محسوبة من العمر. اليوم هلا هوايات هدول عن 7 سنين الحمد لله. كتير انبسطنا وأنا شخصيا مبسوط بشوفتكم وباستقبالكم هذا. يعني هذا وسام على صدري وشرف إلي كبير وجودكم اليوم واستقبالكم إلي. كل الشكر لاتحاد كرة القدم وللقيادة الرياضية اللي كانت يعني مساهم الأول للأمانة في موضوع عودة فراس، إن كان للمنتخب ولا لبلده. وهذا الشيء يعني مو غريب عليهم. بإذن الله عمر سومة حاضر وإن شاء الله يا رب يكون وجوده خير لنا هو وإخواته اللاعبين. المنتخب ماشي بعمر بفراس بخريبين بأي لاعب بوجوده بعدم وجوده ماشي المنتخب ما بيوقف على حد. هذه 10 من الحراس ما يصيدها، 10 من الحراس ما يصيدها. شوف 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 شوف, شوف ما قدر. يا الخالدي يا نواف الخالدي تعور فيها. هاي الوقفة بتمناها لكل إنسان خارج سوريا إنه يجي على الوطن، والوطن بيستوعب الكل وبيشيل أبنائه مثل ما أبنائه بيكبروا ببلدهم. يعني ما في أحلى من هالشعور الواحد يرجع ويعود لوطنه ويشوف الحمد لله الأمن والأمان. والله يديم الأمن والأمان على بلدنا وإن شاء الله ترجع أحسن من قبل. وإن شاء الله نحن كشباب يعني كجيل شاب صاعد إن نبني وطننا ونعمره أكثر ما كان معمور إن شاء الله بإذن الله. لا لا تعادل من نفس اللعبة 2-2. أنا لا شيء أمام المنتخب. المنتخب مجموعة، كادر فني، كادر إداري، لاعبين، كل الناس، الدكاترة، كادر طبي، الجميع هن المنتخب. المنتخب هو جمهور، جمهورنا السوري هو المنتخب. نحن أدوات وإن شاء الله يا رب إن نحن دائما ما نقصر بأي شيء تجاه المنتخب وتجاه إسعاد الجمهور السوري.